مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت نعيمة. الأخت نعيمة عندها حوالي 64 سنة، كتعيش في ألمانيا من الجالية المغربية. أخت نعيمة 45 سنة وهي في ألمانيا. مشاهدينا الكرام، نعيمة ضحت بالغالي والنفيس من أجل أنها تكون أسرة صغيرة تتم دوك الوليدات وكذلك تساعد العائلة ديالها، ولكن في الاخر كتلقى صدمة كبيرة. نعيمة كتكتشف في الاخر انه وارثة الملايير، بين قوسين موضوع ديال الملايير اللي اكتشف شي مليار كيربط الاتصال بمغارب نيوز على سبيل المزح فقط. مشاهدينا الكرام تبعوا معي القصة. نعيمة 45 عام في ألمانيا، في الاخر كتكتشف في راسك عندك الملايير، كيفاش؟ عندي المليار وانا تنجفف في التواليت البيت الماء وتنخدم في السبيطار وتنضرب التماره، تنفيق في 4 الصباح، تنمشي في 5، راه عندي الوثائق بانني تنكون في 5 في السبيطار وتنخرج حتى ل3. وانا عندنا اراضي في دار بوعزه غير هما محطوطين. غادي تعاودي ليا من الاول كيفاش تكتشفتي وشكون السبب في هذا الشيء اللي نتوما تصدمتي فيه من الاول؟ صدمه كبيره، صدمة كبيرة كبيرة بزاف عاد، لأن احنا تنعيشوا في أوروبا، كل واحد اللي عايش في أوروبا تيتمنى يدخل بلاده، يشم الهواء ديال بلاده، تيموت أي واحد، واخا يكون عنده اللي عنده في أوروبا تيبغي يدخل لبلاده. أنا 20 عام مشيت لألمانيا، تزوجت وليت وليداتي، كان عائلة محافظة، أنا بنت الدار البيضاء، با مات من بعد 3 سنين أنا في ألمانيا، مات الوليد، من بعد مات الوالدة. شكون اللي بقى هنا؟ بقى غير اخ ديالي، 3 الاخوان والاخ الكبير اللي كاين دايرين فيه الثقه العاميه. هو كان عنده الوراق ديال العقارات، ولكن حنايا داك الوقت ما كناش عارفين بان عندنا دوك الاراضي، لان والدينا عمرهم عاودوا لينا حكوا لينا باننا عندنا الاراضي بزاف. كنا تنمشيو للعروبيه تندوزوا في العله وترجعوا بحالاتنا. حتى جا واحد النهار تنسمع بان عندنا الاراضي كثيره في دار بوعزه، او كيفاش عندنا اراضي دار بوعزه. المهم بدات القصه بان الاخ ديالي عيط لي واحد العام، قال لي راه عندنا واحد الارضيه، غير ارضيه، راه غنصيفط لك الوكاله، وقال لي زيها في القنصليه ديال المانيا وصيفطيها لي. وداك الشيء اللي دار مع خواتاتي ثاني في فرنسا. من بعد انايا درت ليه ديك الوكاله وخواتاتي داروا لي ديك الوكاله، مشى صافي. حنا عاود نسينا الموضوع، قلنا راه غادي الا باع راه غادي يبيع وناخذوا فلوسنا. تنتسناو وما كاين حتى حاجه. شويه وما عيطوا لي، عندي واحد الاخ مسكين مات، عيطوا لي ولادو قالوا لي راه عمنا راه دار لينا الورد ديالنا كامل. كيفاش دار لينا؟ كاين واخا هكذا. قلت لا ما يمكنش انا داك الاخ ديالي غادي يدي، ما يمكنش كعاد عقارك هاد الاغراضي كلها كاينه، ما يمكنش. من بعد انايا هبط المغرب وتنبحث، لقى فعلا كاين اراضي في دار بوعزه، كاين اراضي في برشيد، وكاين في النواصه. واللي سمعت انا الاراضي اللي في برشيد باعهم، واللي في النواصر، واللي في دار بوعزه باع شي جوج اراضي. او ما يمكنش يبيعهم. وحنا خواتاتو كنا زعما خونا كنا تنبغيوه بزاف، كان الروح ديالنا شكون هو الاخ ديالنا. من بعد هدرت تلاقيت به وهدرت معاه، قلت ليش هذا الشيء؟ تلاقينا في فرنسا، قلت له سمعت بانك بعتي الارضيه فلان فلانيه وبعتي. قال لي هذوك الاراضي انا اللي لقيتهم وانا اللي خسرت عليهم الفلوس وديولي. قلت له كيفاش ديولك؟ الا خسرتي عليهم الفلوس عيط لينا قولها لينا نعطوك حقك، ولكن داك البورت راه ماشي غير ديالك، راه ديالنا كاملين. قال لي اللي دعاني ندعيه وندخلو الحبس. تما بدات القصه ديالي، باش انا في السن ديالي نبقى كل مره هبط للمغرب ودرت به شكايات. درت بشكايات ديال النصب والاحتيال، الاولى والثانيه والثالثه والرابعه درت به شكايات، وانا كل مره طالعه هابطه، كل مره طالعه هابطه، كل مره تيقولوا لي راه فلان ما جاش، راه الاخر ما جاش. وباش كملها شد واحد بقعه محمد وباع جوج مرات، وانا عندي الوثائق، باع لرد العائله ديالنا عرفتي العروبيه مدار بوعزه، راه كاين بقعات هنا هنا هنا، وشد ديك البقعه بعد حيدها وباع المراسو. عيطوا ليها في الولايه قالوا ليها بقعة ديال البنات ما خلصناش بها. قالت لهم يدبر مع خواتاتهم، انا كنت نسالو فلوس عطاني ديك الدريه هو يدبر مع خواتاتهم. دابا انا هذه 4 سنين وكنت تنجري ونجري، ونقول لك بصراحه ما قديت حتى حاجه، لان
اولا واحد السن ديالي انايا تي ماشي ساهل، انا كبيره في السن، ضربت سنين وانا في المانيا تنخدم في السبيطارات، عندي واحد اختي مريضه تتعيش غير من السوسيال، تتاخذ 600 اورو في الشهر في فرنسا، فرنسا وهي مسكينه مريضه وتتاخذ غير 600 اورو، وحنا عندنا ملايا وعندنا اراضي في دار بوعزه غير هما مشتين، هو تفتح بهم بنا بهم العائله ديالو ديور المهم داكشي كثير اللي دار. وحنايا اللي خوات شنو دار هو بهاد الفلوس؟ مزيان توضحي لي الفلوس شنو دار بهم؟ شنو عطى لولادو؟ شنو دار؟ اش غادي نقول لك؟ هو ما غاديش يقول، حنا من تما ما بقيناش نهضروا، ولكن على حسب سافر بزاف، سافر هو مراته بزاف، عنده ولده في المانيا دار لي شي مشروع، بنته عندها في عين السبع طبيبه اسنان، حليها براكسيس عياده حلها ليها، على حسب ما سمعت بان بنات دار تقريبا 500 مليون باش البنات، وزيد داك الشيء اللي عندهم. واللي سمعت من شافوا المشاكل كاينه دعيت درت له شكايه، خرجوا سمعت خرجوا الفلوس، هربوا الفلوس لالمانيا عند ولدهم، هربوا داك الفلوس. وفي الصغر ديالكم نتوما كيفاش كان الوضع ديالو؟ كان لاباس عليه وفي صغره ولا؟ الصغر كنا عايشين حنا جميع في دار وحده، كان با مي با كان خدام، مي وحنا الخوت خواتات عائله بحال اي عائله، كان هو الكبير. مي دابا المشكل اللي ترى مي عارفه بان غير ولدها ماشي ولد، كانت حنا رباتنا واحد الحب ليه، مي اللي ربات لينا واحد الحب. هو اخوك من امك؟ هو غير خويا من مي ماشي من با، با كان غير با فاش كان باقي صغير. وداروا في حاله مدنيه؟ داروا في الحاله المدنيه، هذا هو المشكل، داروا في الحاله المدنيه، وصدق هو اللي واخد لينا كل شيء. ودابا هو كون شد غير شويه الفلوس وعطاه عطانا، ما كناش نحسوا كاع بهادشي اللي كاين. المهم جا واحد النهار وحنا انا تنبحث وتنقلب، والمحامي ديالي تلقينا واحد الوكاله مزوره. هادشي تقريبا يلا شي 5 سنين باش اكتشفتي انت؟ يلا يلا 5 سنين باش هادي، وهادي يلا شي عام وزياده باش اكتشفت الوكاله مزوره. الوكاله اللي دارها دار، انا عيطوا لي قالوا لي واش ذاك النهار كنتي في المغرب؟ تنقلب لقينا وكاله خطيره، بان كيفاش يقولوا يبيع الاراضي اللي في الدار البيضاء واللي خارج الدار، كاع العقارات اللي عندنا في دار بوعزة يبيعهم اللي في الدار البيضاء واللي خارج الدار البيضاء. يعني هو دار لك وكاله مزوره؟ دار وكاله مزوره. دار من دار شكون؟ من دار مع العدول ولا مع العدولات؟ دارها مع العدولات، وجيت نشوف لقيت راسي انا السبت مشيت لالمانيا والاثنين هو دارها. عندي الباسبور ديالي بان انا دخلت، فانا دخلت من المطار نهار السبت وجبت الوراق من الخدمه بانني انا كنت ذاك النهار دخلت الخدمه، كنت في العطله والاثنين دخلت راهما عندي الوراق، ومشيت للديوان الملكي الرباط باش نسد لهم فمهم بانني ذاك النهار ما كنت شاي. المشكل دابا العدولات اللي الناس عندهم ثقه فيهم، وعندنا الثقه في العدولات، ولا دخلت عند العدول راه شي حاجه، انا كنت نعقل العدول شي حاجه كيفاش تيقولوا ليها واحد القيمة، واحد الهيبة عندهم، واحد الهيبة واحد احترام كل شيء، ولكن العدول مشى عند العدول. وشكون اللي دا معاه؟ الله أعلم. شكون اللي دا معاه؟ الله أعلم. لاكارت ناسيونال كانت عندي أنا، عارفة من لاكارت ناسيونال دخلت بها السبت والاثنين باش دارها، مشى عند العدولات، وأنا تنعرف بأن هذوك العدولات مصاحبين معاه بزاف، وهذوك العدولات راه بشهور مشى عندهم ودار ديك الوكالة، وهذيك الوكالة ناض ما تباع بها شي حاجة، ولكن ذاك السيد جاب بان قال لهم اياه قاضي التحقيق، قال لهم بان هذيك هاد الوكاله هذه جابها لي هاد السيد بان راه باش مكلف باختو، عنده التوكيل ديال اختو. انت ما مسيني عليه حتى حاجه؟ ما مسيني عليه ما حتى حاجه. انا واش انا غنمشي عند العدون وندير ليه وكاله؟ السيد قاضي التحقيق دابا متابعوه بالتزوير؟ تابعوا عندنا الورق، تابعوا بالتزوير واستعماله هو والعدولات، ما اش غادي يديروا لي؟ راه دابا انا عام وزياده وانا تنجري، انا في السن ديالي اللي عندي 66 عام، انا غاده جايه غاده جايه، المغرب تنبغيه وتنحمق عليه وتنموت على المغرب وعزيز عليا، ولكن ما نجيش باش نبقى على المحكمه سير واش شحال قد نبقى نمشي ونجي، راه عندي راجلي عندي عائلتي عندي ولاد ولادي بنات ولادي. دابا انت وعندك جوج خواتات، لا انتوما ثلاثه خوتو هو، انت وجوج خواتات، هادشي كله دابا اللي باع وهادشي كله دابا اللي خداوه، ما عمرو عوضكم حتى بحاجه؟ لا عمرو ما عوضنا، هو ما كانش يعطينا حتى قرعه زيت بلدي اللي تنحماقوا على ندوه معانا ما تيعطيها لينا،
هو من زمان كان هكذا، ما تيعطينا حتى حاجه والو، ما كاينش نجيو نجي عندنا ولا المانيا ولا نجيو هنايا والو نهائيا. هو تيقول لك هو ما عنده والو، ما دار حتى حاجه، ما عنده حتى حاجه. ملي اكتشفتي انت هذه الامور واجهتي بها، هو اش قال لك؟ قال لي هذوك الاراضي ماشي الامور ديالو، قال الاراضي اللي باع، قال لي هذوك الاراضي ديالي وانا اللي خسرت عليهم الفلوس ديالي هذوك. قلت لي ماشي ديالك بوحدك، ديال الوراثه، خسرتي عليهم الفلوس عيط لينا ونوضعوا نعطوك دوك الفلوس اللي خسرتي. ولكن باش تقول هذوك فلوس، قال لي حشومه عليك، انا عندي اختي مريضه، انا عندي دابا خواتاتي بجوج، وحده مريضه في هاد الدار وحده مريضه في هذاك الدار وحده تشتغل من السوسيال، حشومه عليه. وكانت تجي عنده تمشي تسلف باش تاكلوا وتشربوا وتشري لي كادوات باش خويا يمشي فرحان هو العائله ديالو، وفي الاخر يشري الاملاك كلها ويمشي. انت بحكم انك العمه ديال وليداتو، انت عمتهم، كانت عندك واحد الصله كبيره معاهم، ملي اكتشفتي هذا الشيء وواجهتيهم بهذا الشيء اللي دار بوم اللي هو اخوك، اش كيقولوا هما فاش؟ فاش كنا في فرنسا وهضرت معاه، فاش كنا في فرنسا وهضرت معاه، جات بنته قالت لي شوفي با عنده الوثائق كلها مصوبه، سيري جري جراك، سيري جيب المحامي ديالك، با ما دار حتى حاجه، سيري جيب المحامي ديالك. قلت لها صافي، هذا المشكل ماشي ديالي وديالك، المشكل ديالي ومعاه هو، ماشي معاك انتيا، وانا غادي نجيب المحامي ديالي. وهاد الاراضي وهاد الشيء من باعو؟ شركات كبار، شركات كبار، مش ما تيبانش بانه هو باعو. ولا كان تيدير 12، كان يدير 12 شاهد، تيجيبهم من العروبيه وتيسيني وتيعطيهم، سمعتي يعطي 4000 مره. كنت انا عنده ودارها، ولكن ما عرفاش انا على الاراضي. تيقول لك انا داير صدقه على الوليد، انا داير صدقه على الوليد، هو راه دايرها باش يبيع شي ارضيه. تيسيني والناس الكبار تما تيوكلهم ويشربهم ويدور معاهم وتيسيني وتصافي، هو باع الارضيه 12 شاهد، اكثر كان يجيب 12 شاهد. شحال عنده من عام هو دابا؟ دابا عنده 75 عام. 75 عام ما حاولش، لا الدنيا فايته، ما حاولش. لا انا قلتها لهم، قلت لهم الا عطانا حقنا، الا عطانا حقنا وعطي حق خواتاتي ماشي مشكل، نازلوا كل واحد يمشي براسو. ولكن ما عطاناش حقنا، ما تنازلش عليه. لا هو تما ما رحمناش حنايا 45 في المانيا، وحنا تنجفوا الطواليطات وتنخدموا ونوضوا الصباح بكري، وحنا عندنا ولادنا تما باغيين يعيشوا زوين، وعندي اختي مريضه تتعيش غير من تاخذ 600 اورو في الشهر، فهي مسكينه راه اختار برا، خلى جدوده خلاو ليها، علاش تعيش من السوسيال؟ علاش؟ راه جدوده، غير انت اللي عندك الولاد، وانت اللي تمتع الولاد، وانت اللي تشري لهم الطونوبيل، وانت اللي تصاوب لهم الديور، وانت وحنا ما عليناش الله. واحد الكلمه قلتيها لي فيها بعد كبير، حتى الراي العام غادي يفهم الابعاد ديالها. قلتي لي 45 عام ونوصلوا في الطواليطات وشرف الله وقدرك وامور اخرى، يعني مهنه، هذيك مهنه مشرفه كما كان الحال. قلتي لي وحنا ضربوا عزه ديالنا والنواصر ديالنا وبالرشيد ديالنا، هذا الشيء كله ديالنا، وحنايا تنضربوا التماره تنطلبوا نجمعوا شي العام كامل باش نجيو هنايا، وباش نجيو فين نجيو؟ نجيو عند الاخ ديالنا الكبير، نبوسوه ونعنقوه، وحنا موحشين ونبوسوه ونخليوه من غير نشوفوا داك الاخ ديالنا، هو دار بالاراضي وبيع الاراضي وواكل فلوس صحاح، واكل فلوس صحاح، وكلها دار بوعزر عارفينه، كلها دار بوعزر عارفينه بان خدا الواش لخواتاتو. هو دابا المشكل كان دوك الناس ديال دار بوعزر كان يسحبوا عطا تيعطي لخواتاتو، هما يسحبوا راه دوك الاراضي اللي باع عطا لخواتاتو. حتى انا بالصحافه وشكيت به عاد باش عرفوا بانه هو راه داك الفلوس كله مخداه. الملف بيد القضاء، انتم في الجلسات دابا؟ نعم دابا هذه تقريبا عام، وكل مره اما هو ما يجيش، اما العدولات ما تيجيوش، اما هو ما تيجيش. دابا انا جيت وغادا نجلس شويه مده، لان درت محاميه واحده اخرى، كاين محامي عندي وزدت محاميه، ودابا اجلوا الجلسه حتى نهار 18. هاد الملكات اللي عنده دابا اللي تبع موضوع النقاش القضاء وغادي يصنع فيه القرار، وهاد الملكات اللي باقيين عنده ما درتوش علوم الحجز؟ لا ما عارفينش. تقييد تقييد احتياطي؟ لا لا ما ورنا، شكون غادي يورينا؟ كاينين الاراضي ولكن تيقول لك الملكيات ما كاينين شيء، هادو ما كاينين شيء، ما عارفينش شنو الاراضي. كاينين الاراضي، باقي الاراضي، ولكن حنا ما عارفينش الاراضي اللي خواتاتك اللي في فرنسا واش كيقولوا في هادشي مساكن؟ هادو اللي مرات اللي كبار تا هما في السن، خواتاتي تيبكيو لداخل، خواتاتي تيبكيو لداخل،
لحقاش الاخ ديالنا كان عبارة عرفتي، كان واحد كنا تنقولوا تنجبدوه هو في مثل هو مثل كبير ديالنا، الا شفتيه تقول ما يديرش هادشي، كنا دايرين فيه ثقة كاملة، ولكن هما تيبكيو لداخل، تيبكيو وزايدين مرات، زايدين مرضوا بهادشي اللي سمعوا، مرضوا بزاف. وانا يعني اش غادي نجيب السين ديالي باش غادي نرتاح ونقابل الصلاه ديالي وكتعوا على مشيت الحج ومشيت العمره ومشيت للقدس وكلشي، ولكن كيف غنمشي للعمره نجي، ولكن ما فين انا خصني نجي هنا باش نشوف المسائل كيف وصلت، الا ما جيتش وما شفت ما سمعت حتى حاجه انا بحال ما تنعرفش الموضوع كيفاش غادي يكون، كيفاش فين غادي يوصل. اجي نقول لك جوج رسالات تختمي لي بهم، الرساله وحده ليه والرسالة الثانية الملف ديالك النداء ديالك، والرسالة وحدة صيفطيها لي. أنا تنوجه لي رسالة، إلا بغى يحدد هذا الشيء يجلس معنا أنا ومع المحامين ديالنا وأعطينا حقنا، أعطينا حقنا وأعطي خواتاتي ضروري، خواتاتي مهمين عندنا في الحياة ديالي، أنا عزازين عليا خواتاتي بزاف وضيعين بزاف مساكن ضيعين ومراض، تنتمنى يسمع هذه الرساله لان بالنسبه لي راه غتكون صعيبه، راه ماشي سهله، راه غتكون ليه صعيبه، يعطينا حقنا وكل واحد يمشي بحالاته. ولي تندير على القاده باش يديروا يطبقوا داكشي اللي قال جلاله الملك، الله يحفظوا لينا، الله يحفظوا لينا، وتنبغيه وتنحمقوا عليه، يا ربي تحفظوا يا سيدي ربي تنحفظوا لينا، لان تنتمنى القاده يشوف هذا الملف ويسر به دغيا، لان راه ما يمكنش حنا انا كل ما نجي المغرب ماشي تنبغي المغرب ونجي، ولكن بغيت نسارى انا خصني بغيت نسارى وندور ونشم بلادنا الريحه ديال بلادنا ماشي ريحه اوروبا، ونجيب تخواتاتي غادي يكون نجيبهم تهم واخا هما مراد نجيبهم يشموا هذه ريحه البلاد وهذه، وتنتمنى يسربوا لي هذا الملف هذا لان لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم من الكلام معك شيق، رغم ان الوقت ضيق والله، وكلام كتعطي كلام موزون، الله يفرج عليك ويسر لك امورك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا القصه ديال الاخت نعيمه تتكلم بعمق، وفي نفس الوقت الكلام ديالها ينبع منه احساس كبير، وكتوجه الرساله وهي حقيقه 45 سنه في اوروبا كما سمعتوا، ثقة العمياء في الأخ، إلا أن الأخ موضوع النقاش له رأي آخر. مشاهدينا الكرام نعيمة تكتشف أنه أموال طائلة ما كانوش كيعرفوها لا هي لا خواتاتها، وفي الأخير من حوزة من؟ الأخ اللي كان هو مصدر ثقة. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع نعيمة والأخوات ديالها. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.